جنون. حامد صلاح محمد. عمرك 65. ساكن فين؟ ساكن في الجيزة واساسي من سوهاج. انت من سوهاج ودلوقتي عايش في الجيزة؟ طيب متزوج طبعا؟ مخلف شارع ما شاء الله اصغر وعنده كام سنة؟ 15 سنة. تشتغل ايه؟ عامل بقول كنت في سوهاج شغال في محل جوتو. وهجيت مصر اشتغلت على طيب يعني طبعا الاثنين فيهم ايه؟ فيهم اريتيشن يعني الاثنين بيتعرض فيهم لبوليوشن فممكن يحصل له ايه؟ اريتيشن طبعا. طيب بتشرب سجاير ولا حاجه؟ من 40 سنه من ده. بتشرب كام سجاره في اليوم؟ حوالي 35 سجاره. يعني هو حد ايه هيفي سموكر كام؟ بتشرب اي حاجه ثانيه؟ لا. طيب ايه شكوى حضرتك؟ الوقت اللي دخل المستشفى اصعب حاجه كانش نفسي معاك. طيب ده بقى لهم قد ايه زايدين عليك؟ اسبوعين. طيب احكي لي بقى القصه يعني اخر مره كنت سليم فيها امتى؟ اخر مره 30 سنه. ايه اللي حصل من 30 سنه؟ صحه خفيفه. يعني اول حاجه بدات معاك صحه؟ جت مره واحده ولا بالتدريج؟ جت واحده. وبتزيد مع الوقت ولا بتقل ولا ثابته بتزيد؟ بتزيد لما بتيجي على طول. طيب ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها؟ الحاجات الوحشه والسمك كلها. طب بتقل بايه؟ طبعا علاج. لما تاخد علاج تتحسن شويه. طيب حصل معاها حاجه تاني؟ حصل. بعديها كانش نفس بعديها سنه. طب الكحه دي كانت ناشفه ولا كان معاها بلغم؟ معاها بلغم. طب البلغم ده كميته قد ايه؟ حوالي نص كوبايه. ولونه ايه؟ لونه ابيض. ليه ريحه وحشه ولا حاجه؟ لا ماليش. ليه وضع معين؟ لا يعني بيزيد على جنبك اليمين الشمال لما تميل لقدام؟ لا ماليش. اما ومالوش ريحه وحشه ولا حاجه. طيب حصل بتقول بعديها بقد ايه حصل كشف نفس؟ بعديها بسنه كشف نفس. بعديها بسنه حصل كشف نفس جت مره واحده ولا بالتدريج؟ لا واحده واحده برضه. انتوا ملاحظين اي حاجه بص بعد لا اناليسيز. طب بتزيد ولا بتقل ولا زي ما هي ثابته؟ من رجلي اتجاه وانا قاعد كشف نفس. طيب بتنام على كام مخده؟ دلوقتي 2. لو شلنا من النوم مخده؟ طبعا النفس تعبان. طيب حصل حاجه ثاني بعد كشف النفس دي؟ طبعا معاها مال تزيد. التزييد ده بيروح ويجي ولا مستمر؟ ده بيروح على طول، زمان كان بيروح ويجي. طب خلاص كده الرباعيه اكتملت، واحد عنده كف واكسبكتوريشن فولود باي ديسنيا وبرزيستنت ويدس، يبقى الحاله فيها ايه؟ دي حاله طبعا دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طيب يعني بعد الشر عليك تحريق دم ولا حاجه؟ خلاص نو هيموكسس. اسال على الحاجات اللي مش موجوده بقى ساينوزس رقيت؟ لا نو ساينوزس طبعا ده بالهيستوري الاكزامينشن مهم. كونستيتيوشنال مانيفستيشنز هقول له جالك سخونيه جالك عرق بالليل فقدان شهيه نو توكسيك او كونستيتيوشنال مانيفستيشنز هسال على السيستميك فينوس كونجيشن مهمه مهم عشان تربى المال هساله رجل حضرتك ورمت ولا اخر 12 سنه جنب اليمين وجعني وبعديها رجلي ورمت طبعا جنب اليمين وجع وجع عامل ازاي يعني وصفهولنا وجع يعني زي تقل كده ايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله؟ طبعا المجهود اللي هو اللي دوت المجهود طيب وبتقول مع رجلك ورمت كمان؟ مش اثنين لغايه الركبه بتاخد له علاج ال رحنا المستشفى طبعا عملوا لي كل حاجه اشعه سيب بتاع الدم بيقولوا ايه؟ بيقولوا دول عبوا الدواء على الحصان عيب الدواء عليه الحصان ده اللي هو الانوكسين ده هو ديجيتاليس يعني طبعا هو ديجيتاليس مع الكور برمونال ما يعمل ايه ولا يعمل اي حاجه ها ولا ليه لازمه اساسا يعني عشان كده ما اتحسنش طبعا راح مستشفى تاني بقى ودوا له فلوزامايد ودوا له لازكس بدا يتحسن عليها دي بدات تخف شويه لكن احنا الشاهد عندنا هنا دي حاله سي او بي دي كومبليكيتد باي كوربالمونات طيب نكمل باقي السيمتوماتولوجي ها عندك الم في صدرك؟ طبعا ده من كتر الكحه الم مع الكحه لكن هو بيقول لك ايه الم من الكحه عامل ازاي الالم بيجي فين؟ بتاخد له قرص تحت اللسان ولا حاجه؟ لا ده مش انجينا البين ده ايه يا جماعه؟ ها ده ايه؟ ها ده عباره عن سترين ماسل سترين نتيجه الكورونيك كف نساله على البريشر مانيفستيشنز عندك صعوبه في البلع صوتك اتنبح ولا حاجه طيب نسال على الاذر سيستمز عندك مشاكل مثلا في الاعصاب بيجي لك الاحساس قل او في ضعف في اي حته في جسمك لا في وجع في بطنك غير اللي انت قلته اسهال امساك اي حاجه ما فيش طب بتاخد ادويه اي حاجه ثانيه عندك اي امراض مزمنه اخرى اخر 10 سنين محدود مره على مرات طبعا في جابوا سكر مره محجوز المستشفى عملوا تحليل طلع عنده سكر الدكتور ليه مكرم بعد عليه 3 سنين يعني خد كوره الهايبوكلايسيميا ما نفعش برضه ما تحسنش عليها فمشوه بقى على انسولين لغايه دلوقتي تمام طبعا مش على انسولين طيب عندك اي امراض ثانيه في مثلا حاجات في المستشفى صدر جات لك بالهازيا وانت صغير عمري 30 سنه طبعا كان في دم في البول زمان كنت تسمع حضرتك رميت انا خدتها هو بيقول لكم زمان كان عندي دم في البول فراح للمستشفى عملوا له تحليل لما جه برضه البرشام خدت مرض قلت له حقن اسمها تارتر ايميتك زمان وبعد كده لما طلع البرازيك كنت الاقراص خد راس يعني في هيستوري كمان وفي بالهاريزيز خدت نقل دم ولا حاجه؟ دم طيب في اي في عملت عمليات؟ عملت بايز من 15 سنه عمل بايز عمل بواسير من 15 سنه طب ايه علاقتها بالموضوع؟ كرونيك كف يعني السبب بتاعها هو الكرونيك كف يعني سيمبلي كده سيمبلي الحاله دي ايه؟ ها كيس اوف بايلاترال لانج ديزيز
most probably COPD due to chronic irritation by smoking with an occupation بتاعته is compensated but complicated by a poor pulmonary دوت طبعا primary diagnosis كده من الهيستوري بس. تعالوا بعد ما خدنا كده هيستوري تعالوا بقى نعمل له general examination. رايح يا محمد؟ نسيت يا جماعة. اي عين بعمل له general examination في اربع حاجات انا بعملهم من غير ما المس العين تماما. اربع حاجات بعملهم من غير ما المس العين تماما. اولا انا وقفت بعيد اهو بعد اربع حاجات وانا بعيد بعلق على الجنرال كونديشن، بعلق على المنتاليتي، بعلق على البلت بتاعه وعلى الديكيوبيتس. اولا الجنرال كونديشن انا داخل ماشي على رجله بيتكلم معانا وحد لذيذ كده هتقول لي ايه افريج جنرال كونديشن. ها كمان عشان تعلق على المنتاليتي ايه رايك هو بيدينا هيستوري رايك في المنتاليتي بتاعته مش هتقول لي حلوه هتقول لي كومنت هتقول ايه بقى هتقول بيشنت از فور كونشس اند اورينتد فايند ليس اند بيرسونز فور مود اند ميموري از كوبراتيف اند افريج انتليجنسي. طب عايزين نعلق على البيلت احنا شايفين ان هو اوفر بيلت شويه ها عايزين نعلق على الديكيوب بس هو رفع السرير على الاخر وحتى في الهيستوري ها في الهيستوري مش قال برفع المخدات يعني اذا هو عنده اورثومنيا. اربع حاجات انا بقولها قبل الجنرال كونديشن اقول الجمله اللي احنا حافظينها بتاعت المينتاليتي هعلق على البيلت هعلق على الديكيوب بس بعد كده همسك بقى الفيس اكزامينيشن بتاعه ها من فوق لتحت ومش عايز ان وشه مخليها معينه هتبص على الفيشال ابييرنس. ايه الفيشال ابييرنس تقصد ايه يعني هل هو واخد سبيسيفيك فيتشر؟ احنا شفنا حاله مثلا الميكسيديما لما تيجي تبص عليها هل ليها سبيسيفيك فيتشر؟ هتقول عليها دي عندها ميكسيديميتاس فيس عندها بلوتد فيس عينه الكوشنج مثلا تقول لي عندها مون فيس بتاع الباركنسونيزم كلنا شفناه هنقول عليه ماسك فيس يعني دي حاجات سبيسيفيك. المريض الراسيو دي ما عندوش السبيسيفيك فيتشر ده لكن ربما يكون بص بيعمل ازاي بيعمل كده لو بيرسنج ليبس ايه الفكره بتاعتها؟ ها ان هو بيشغل الاكسسوري ماسلز بيزود الانترا برونكيال بريشر فدي ممكن تلاقيها تقول لي ان هو بيشغل اكسسوري ماسلز تعلق على الهير لاين نورمال هير لاين نو ويستنج اوف تمبوراليس نورمال رينكلينج اوف فرونتاليس نو لوس اوف اوتر ثيرد اوف اي براو قولوا لي اربع اسباب ها ميكسيديما ارتفيشال فاميبيال ها دول اربع حاجات كمان البافنس اوف ايليد مهم لو في بافي ايليد تفكر فين كورونيك كاف ها الريفروتيك والفريتريك ميكسيديما سوبرينا كاف اوبستراكشن روما انفلاميشن الرجيك اديما تمام ها تبص ماشي تمام ها تبص على الجوندس بص على الجوندس فين بص على الجوندس فين المفروض يعني لما نبص في الاسكليرا بص انا اقول لكم حاجه اقول لكم اللي بيتعلم اللي بيتعمل يعني في العالم كله حاجه واللي احنا بنعمله حاجه ثانيه بص احنا عارفين ايه اسمع اللي اقول لك عليه احسن مكان لرؤيه الفالور في العالم كله هو الكونتاكت لاين فالكتب الاجنبيه تقول لك ايه تقول لك اسك ذا بيشنت تو لوك اب فور فالور خليه يبص لفوق فانت تفضي الكونتاكت لاين عشان تشوف مين ها الفالور وتخليه لوك داون عشان تشوف الاسكليرا من فوق تشوف مين هتشوف الجوندس ده الصح ده الكلاسيكال لكن جاره العاده احنا كمصريين دايما نقول لك ايه بص لفوق نو جوندس فاهم يعني كاننا بنبص على الاسكليرا خالص انا مش بعقد الامور ولا حاجه لكن عشان لو حد قال لك هتشوف فين لو قال لك هتشوف الجوندس في العين من فوق ولا من تحت الاسكليرا من فوق ولا من تحت طالما سالك يبقى هو عارف هنشوفها منين من فوق يعني الاصل ان انا اقول له بص لايه بص لتحت وتشوف حضرتك الاسكليرا فاهمني ولا ايه هبص على البالون في الانر اسبكت اوف لور ليب هشوف السنترال ساينوزس تحت لسانه هشوف الاورال هايجين هبص على الفيس لو في اي سكار انت عارف لو في اي سكين راش ولا حاجه اي بيجمنتيشن لازم طبعا نعلق عليه كويس تمام يبقى دوت كده نقطه مهمه اللي هي اسمها فيس اكزامينشن ننزل لجزئيه ثانيه اهم اسمها نيك اكزامينشن ونتفق على حاجه اذا طلب منك نيك اكزامينشن في اي وقت من الاوقات النيك اكزامينشن على فكره ده سؤال اوسكي لوحده اوريجينال اكزامينشن ده سؤال لوحده كده يقول لك اكزامين نيك اكزامين نيك خمس حاجات 3 تيوبس و 2 جلانز ال 3 تيوبس اللي هم النيك فين ده اهمهم وعندنا النهارده ستيشن كامله عشان النيك فين ومعانا الكاروت الارتري وكمان التراكيه تعالى الشنطه دي خدي اي شنطه خلاص يا دكتور طب هنعمل ايه؟ اي شنطه؟ طب اتاكدي كده ها يبقى هنعلق على ايه؟ هنعلق على النيك فين وهعلق على الكاروتيد ارتري وهعلق على التراكيه وبعدين هعلق على الثايرويد جلاند اللي احنا خدناها امبارح التفصيل وكمان هعلق على مين؟ على الليمف نودز فدي اسمها نيك اكزامينشن.
طبعا النيك فين مهمه قوي، هنقعد نتكلم عليها تفصيلا النهارده، وعندنا حاله اصلا جايبينها مني فور نيك فين. اللي عايز بس اقوله لحضراتكم ايه اللي هقوله ايه، لما تيجي تعلق على نيك فين في واحد عنده سي او بي دي، واحد عنده سي او بي دي، هتيجي تعلق على النيك فين، بص عليها كده، تعالى لما تيجي تبص على النيك فين وهو بياخد نفس وبيخرج نفس، هتلاقي هو بيخرج نفس النيك فين بتبلى، كلكم هتشوفوه على فكره. دي اسمها اكسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين. انا مشكلتي سي او بي دي مع الانسبيريشن ولا مع الاكسبيريشن؟ بيحاول يعصر قوي عشان يعرف يخرج هواء، فالبريشر جوه بيحصل له ايه؟ بيزيد. فايه اللي يحصل في النيك فين هنا؟ يبقى لما تيجي في حاله سي او بي دي وتعلق حاله انفيزيما تعلق على النيك فين، هتقول لي اكسبيراتوري فيلنج. امال هي نورمالي مع الانسبيريشن يحصل ليه؟ ومع الاكسبيريشن ولا حاجه، ماشي؟ طيب لو انت جيت مع الانسبيريشن ما حصلهاش حاجه، او سوبر فينا كافل اوبستراكشن، او في كونجيشن رايت سايد هارت فيلير. طب السؤال ده بقى للناس الشاطره، لو مع الانسبيريشن اتملت الانسبيراتوري فيلنج اوف نيك فين شاطر، اسمها كوزمول ساين، تحصل مع مين؟ تحصل مع البريكارديال ديزيزز، بريكارديال افيوجن او كونستريكتد بريكارديتس. تمام، يبقى انا بعلق على النيك فين، طبعا ده النيك فين بالتفصيل كمان، اعلق على الكاروتيد بالسيشن، ادخل اشوف الكاروتيد بالسيشن بالطعم كده، ادخل كده هنا بره، ماشي، عايز اعمل الناحيه الثانيه، ادخل بالطنب الناحيه الثانيه واشوفها، ماشي. كمان هعمل التراكيه، اقعد لو سمحت، هتحط الصوت السجل غلط، مش هنبيع، ما بشوفش دلوقتي، برضه هنحط عليها حاجه في التسجيل، انا هنسمع منه الصوت. طيب ماشي، التراكيه اهو، هاي ادي سنترال تراكيه، عايز افحص الثايرويد، لف كده وبص لهم، لف كده وبص لهم ازاي بس؟ طب خلاص احنا هنعملها في حد تاني، هنعمل الكلام ده. نعم. طب نيجي للأبر ليف اكزامينشن، هنعمل كومنت على البلس. بص عشان تعمل كومنت على البلس لازم تعمل كومنت في السبع نقاط اللي هم الريف والريل والفوليوم والايكواليتي ان بوث سايدز، من ناحيه الفوليوم لو في سبيشال كاركتر، الكونديشن اوف بلاد فيزلز والبريفرال بلسيشن. بص ماسكه ايدي انا السيركل ذا بيشنت هاند كده عند الريست، واستخدم الثلاث اصابع دول حطهم على الراديال ارتري، واعمل ريلاكسيشن هنا شويه، وتخلي ايد العين شويه برونيزم، ما تبقاش سوبرينيزد كده. ها دي الستاندرد، دي الطريقه الصح، وتحاول تقعد تلاعب الثلاث صوابع دول لغايه لما تيجي للماكسيمم، ايه؟ الماكسيمم بوينت بتاعتك، وتبدا تعد الباص. ها ده الكلام اللي مطلوب منك، يعني لما يجي لك سؤال اوسكي كده كومنت اون باص، امسك الماسكه دي. انا عايز اقول لكم ان انت لو شفت حد مثلا اجنبي بيشتغل، حتى في الزماله، احنا بنقول للناس ايده كده جنبه، وانت بتيجي ايدك الشمال تحسها كده بس وخلاص، وتعد الباص وخلاص. لكن احنا جرت العاده عندنا ايه؟ احنا هنعمل ريلاكسيشن بقى لكل العضلات اللي حواليه، ونمسك كده وايده لفه كده شويه ونبدا نعد. يفضل انك الاول تشوفه ريجولر ولا ايريجولر؟ لانه لو كان ريجولر عد في 15 ثانيه واضرب في 4، لو كان ايريجولر لا عد لي حضرتك في ايه بقى؟ في دقيقه كامله. لما تيجي تعد تقول لي مثلا 75 بيتس بير مينت ريجولر، انا حاسه قوي تحت ايدي، اسميه ايه؟ ها بيج فوليوم، بيج فوليوم يعني قوي تحت ايدي، اقارن الناحيتين ببعض ايكوال ان بوث سايدز، الناحيتين زي بعضهم اهو، ها ايكوال ان بوث سايدز، ايكوال من ناحيه الايه؟ الفوليوم. ادور على سبيشال كاركتر مهمه مشهوره جدا، ها السبيشال كاركتر اللي هنا هي الووتر هامر بالس. هو الووتر هامر بالس يعني ان في بيج فوليوم، مش احنا دايما ما كناش بنشرح لكم البالس المحاضره النظري الشهيره بتاعته، بقول لك دايما بنحب الراديال ارتري ليه؟ عشان هو سوبرفيشال واجينست بون، يعني بزنقه في العظم. طب ليه بنزنقه على العظمه عشان نحسه كويس؟ عشان العظمه مش هتمتص البالسيشن بتاعته. طيب كوني هنا حاسه عبر السوفت تيشو، يعني هو الارتري ماشي اهو، فالبالسيشن بتاعته يمكن من 50 ل 70% منها بيحصل لها امتصاص عن طريق السوفت تيشو اللي هنا، فكوني بحسه عبر هذا السوفت تيشو يبقى الفوليوم عامل ايه يا جماعه؟ عالي، عشان كده البيج فوليوم دايما معاها ايه؟ معاها ووتر هامر بالس، فاهم الفكره ولا لا؟ بعد كده اشوف الفاسكولار وول، نورمال كونديشن اوف بلاد فيزلز، ما عنديش اثروسكلروزس، وانزل تحت هنا، شايفين حضراتكم لما يرفع صباع رجله الكبير ده كده في تندون بيظهر هنا، تندون اوف اكستنسور هارشز لونجس جاست لاترالي، بحس مين؟ الدورسالس بيدس. بص هنا شايف ثلاث صوابع كده على النافيكولار بون. طيب البوستيريو تيبيال جاست بيهايند اند بلو ميديال مالولس اجينست كالكينيان بون كده، فتح
نشوف الانتيرو سيركيوليشن الدورسالس فيدس والبوستيرو سيركيوليشن ها البوستيرو تيبيال ارتري. على فكره دي نقطه من ضمن الكومنت على الراس. تمام كده. بعد كده بتشوف طبعا تقيس البلاد بريشر، تشوف الهاند اكزامينشن. شد ايدك قدامك كده يا محمد، شد كده جامد. ها بص ايه اللي بيحصل ده. تيتريموس بياخد بيتا 2 اجونست، بياخد سالبيتامول. عارف ده بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا التريمورس اللي موجوده دي. دي على فكره مش الفلابنج بتاعت الريسبيراتوري فيلير خالص. ها ندور كمان، مفيش عندنا بالمر اريثيما، مفيش اي نوديولز، مفيش سبلنتر هيموريج، حتى يعني ما عنديش كلابنج. لو عايز حتى اتاكد يعني خليه يعمل ويندو كده. هو في ويندو، طالما في ويندو يبقى نو ايه؟ هيبقى نو كلابنج. طب ده مريض سي او بي دي، لو لقينا عنده كلابنج فكر فيه. ان هو اسوشيتد معاه برونكتيكتس او يكون دخل فيه برونكوجينيك كارسينوما. تمام؟ علق على السكين، علق كمان على الجوينتس لو عايز يعني يبدا يتكلم على الهاند، حتى لو حاجات مش موجوده تقول لي نو كذا نو كذا نو كذا نو كذا. ما انت كنت بتوصف حاجه نو مش موجوده، نو بريفرال ساينوز، يبقى انت عارف ان البريفرال ساينوز هنا. نو سبونينج اوف نيل، يبقى انت عارف يعني ايه سبونينج اوف نيل. نو ليوكونيتيا، نو وايت نيلز، يبقى انت عارف يعني ايه وايت نيلز. نو مثلا اوزلس نوديول، نو سبلنتر هيموريج، نو جينوي ساين، نو سبكتينيس نوديول. يبقى انت فاهم انت بتدور على ايه. مش بالضروره لما يقول لك افحص ريجن معينه او منطقه معينه تبقى الحاجه دي موجوده، ممكن تبقى مش موجوده خالص. ما انت كونك بتقول نو كذا يبقى انت عارف اذا كانت موجوده ايه. اللور لمب يهمني فيها حاجتين. القديمة ببدا ادور على القديمة في الموست ديبندنت بارت جاست بيهايند اند بلو ميديال مالولاي هنا. ليه؟ دوت الموست ديبندنت وفي نفس الوقت هو في لوس كونكتيف تيشو، يعني اقدر ايه؟ اقدر اعمل ديتكشن للقديمة فيه. لما ارفع ايدي كده اه فعلا في شويه قديمة. ها لقيت اطلع على الدورسم او اطلع على الشافت اوف تي بي وادوس كده لمده نص دقيقه. ها وبعدين برفع صباعي. ها ممكن تلاقي لو لقيت في نقره كده يبقى في بيتنج قديمه. لو في تطلع كمان، لو في تطلع كمان، لو في لغايه الركبه هتعمل ايه بقى؟ هتعمل بنشنج للسكن، تعمل بنشنج للسكن. ففرضا يا دكاتره واحد انا متوقع ان هو عنده لور لمب قديمه وجيت افحص ما لقيتش لور لمب قديمه. ها التفسير بتاعك ليه تفسيرين. التفسير الاول يكون هو بيد ريدن. ها فاجئ ادور عليها فين؟ ادور عليها في الباك، شوف السكره القديمه. ده تفسير. التفسير الثاني، التفسير الثاني ان هو يكون بياخد دايوريتك زي العيان ده فبالتالي مش ظاهر عنده حاجه. وخلونا نتفق لو سئلت افحص القديمه سواء لقيت لور لمب قديمه او ما لقيتش لازم تفحص الباك. لو لقيت تفحص الباك ليه؟ اشوف الاكستنشن وصل لغايه فين. طب لو ما لقيتش افحص الباك ليه؟ لو ما لقيتش افحص الباك ليه؟ لا لانها ربما يكون عنده ايه بس يا جماعه؟ ربما يكون عنده بس سكره القديمه. واضحه المعلومه؟ طيب ده كده بالنسبه للنقاط المهمه في الايه؟ في الجنرال اكزامينشن. نيجي بقى لا ده بتلعب في على على الموست ديبندنت بارت وتطلع عليها كده شويه. طيب هيبر كاب يا فوكس هيبر كاب هيعمل كلابنج. لا ما تعملش ده سببها وش كده سلبيتو مش عارف. ممكن تبقى سينيريتي ده الديفرنشال دايجنوز بتاعها صح؟ يعني ممكن التريمورس يبقى سببها سينيريتي كمان صح؟ معاك مليون في المية. ده بالنسبه للجنرال. نيجي بقى للكلام المهم اللوكال تشيست اكزامينشن. دايما كالعاده انا ببدا من هنا من عند رجل العيان كده وببص هنا تانجنشنال. هما الناحيتين زي بعض يعني سيمتريكال تشيست. اجي من الجنب هنا واشوف الانتروبوسيو دامتر. احنا طبعا ملاحظين قد ايه الانتروبوسيو دامتر كبير مقارنه بالترانزفيرس دامتر. ده معناه ان انا عندي بارل شيبد تشيست. كمان عندي وايد سب كوستال انجل. هنشوف هنعمل بركشن وايد انتر كوستال سبيسز ترانزفيرس ريبس. لما يقف دلوقتي ونشوف الباك هتلاقي عنده شويه كيفوزس. يعني الدنيا كلها بتقول ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا عندنا بارل شيبد تشيست. تعلق نمرة 2 على الريسبيراتوري موفمنت عشان تعد الريسبيراتوري ريت عشان العيان ما يقعدش يلعبك. امسك ايد العيان كانك ايه؟ الباص بس عيني على مين؟ على الريسبيراتوري موفمنت وتشوفهم قد ايه بقى؟ كام سايكلز بير مينت. ولاحظ هنا البيشنت ده تقريبا الحركه كلها جايه منين؟ يعني التنفس بتاعه مينلي ابدومينال. نمرة 3 تشيست وول او سكين نو تشيست وول ليجنز نو سكارز نو دايليتد فينز نو بيجمنتيشنز. نمرة 4 بلسيشنز هشوف الابيكال بلسيشن. بص مش لاقي حاجة، حط ايدي حتى مش حاسس حاجة، اجيبه على جنبه الشمال يعني على خفيف قوي او ما انتش حاسس. انت ممكن تقول ابسنت ابيكس وعندك تفسيرك ايه ابسنت ابيكس ليه؟ لانه عنده ايه يا جماعة؟ لانه عنده انفيزيما. اوكي؟
بجاستريك بالسيشن من الحاجات المهمه. لو سمحت وقف نفسك. طبعا انا شايف بجاستريك بالسيشن هاجمت ايدي عليها كده وانا بيتالم، فانا مش لازم اضغط جامد يعني. هو كل اصلا بيتالم عنده تندرنس هنا، ده معناه ان الليفر ايه كونجستس، فهو عنده كونجستد ليفر. والسبب بتاع الكونجستد ليفر ايه؟ هو الكور بالموناري. وهو عنده كونجستد ليفر علشان عنده ايه؟ علشان عنده كور بالموناري. ماشي الحال؟ بعد كده بنقعد العيان ونشوف التراكية، هنشوفها باي انسبكشن ثم باي بالبيشن. نعم انا مش عارف احسب، اقول فيها تندر بس مش عارف احسبها، لكن هي اكشوال لما كانش عامل تندر بس انا بحسها جايه من فوق من الرايه التخريج. اقعد من فضلك كده وبص لهم. طب نزل دكتور بلاش كده عشان بس نشوفها وبعدين نبقى. ايوه كده كويس. نيجي نبص على التندنس الناحيتين بتوع اللسان والمستويد، الاثنين في نفس الليفل. عايز اتاكد هدخل بالبلبيشن، هدخل كده مره والف صباعي وادخل كده. كوني دخلت هنا زي ما دخلت هنا يبقى التراكيه ايه؟ سنترال. طب سنترال تراكيه في مريض تشيست معناها ايه؟ ها المرض بتاعنا بايلاترال. حاجه كمان بس طبعا اون ريكويست، المفروض المسافه بين الكريكويد والسوبرا ستيرنال هنا الاسترنال دي تكون تقريبا 3 صوابع 5 سم، هنا يا دوبك واخد صباع واحد. يعني شورت كريكو ستيرنال ديستنس. It is the surest sign for barrel shaped chest. والله العظيم عنده barrel shaped chest. المسافه دي صغيره. الحاجه الثالثه، لو انا حطيت صباعي كده قلت له خد نفس، بياخد نفس حاجه بتخبط في ايدي، هذه اسمها تراكيال تاج. وهذا التراكيال تاج مع النفس ليه؟ وعنده سي او بي دي، فبيجي ياخد نفس الدفران بينزل ويشد على اللنج فالتراكيال تبدا تخبط في ايدي. ها فدي حاجه اسمها تراكيال تاج وذ ريسبيريشن مع السي او بي دي. طب الشاطر يقول لي تراكيال تاج وذ بالس بتحصل مع الاورتك انيوريز. تمام اوكي رايح يا عم. طبعا البلبيشن احنا بدانا البلبيشن بتاعنا بمين؟ فحصنا التراكيا. بعد كده نفحص بقى الاشياء الاخرى، تندرنس، تي في اف، تزييق اللي هو البلبر لويزس، تمدد اللي هو التشست اكسبانشن. يلا نعمل تندرنس، همشي اريا باي اريا. ها اريا باي اريا اهو، سوبرا ميموري مع سوبرا ميموري وعيني في عينه اللي انا مش شايفها يعني، عشان لو في تندرنس. ها بعد كده ميموري مع ميموري، انفرا ميموري، انفرا ميموري، ارفع دراعك فوق، ابر لاترال، ابر لاترال، لور لاترال، لور لاترال. تمام. عايز اعمل تي في اف نفس وضع الايد هو بس اخليه يقول ايه 4 4. يلا نقول 4 4 4 4 4 4 ها انا بشوف التي في اف دي حاله سي او بي دي. ايه اخبار التي في اف؟ ايه كل بوت تايبس الناحيتين زي بعض نفس وضع الايد هو بس اقول له خد نفس جامد. وانا اظن حضراتكم سامعين، انا في اكس باي لاترال ميزو سامعين، وانا حاسس بعضه تحت ايدي وده مسموح طبعا مع حاله ايه؟ سيبه دي. خد بالك تندرنس وتي بي اف وتزييق نفس وضع الايد، بس تندرنس عيني في عينه، تي بي اف و4 4 تزييق خد نفس جامد. ثم تشيست اكسبانشن من الفرنت اهو خد نفس عم خد نفس. ده اخر حاجه. بص مفيش حرق يعني عنده ليميتيشن. اجي هنا بص باخد فوق بتاعي واقول له خد نفس خد يفتح شويه ما بيفتحش ليه؟ دي بايلاترال ليميتيشن. حتى في الانفر ميموري باخد فوق كده ما بيفتحش، بيبقى فيه بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن. يبقى هذا المريض مريض سي او بي دي ادفانسد سي او بي دي عنده بايلاترال ليميتيشن اوف ذا تشيست اكسبانشن. لاحظوا حاجه ان انا بنيم العيان بعمل اكزامينشن للفرنت كله، في سؤال اسكي كده اكزامين تشيست فروم فرانت. يبقى انت بتعمل انسبكشن من الفرنت، بتعمل فالبيشن من الفرنت، بيركشن، ثم بعد كده تعمل اوسكالتيشن. يعني 5 دقايق. هاجي اعمل بيركشن، لما تيجي تعمل بيركشن هنا ها الكلافيكل مع الكلافيكل اهو. الكلافيكل هنا مع الكلافيكل هنا، العظمه بتعمل لها دايركت بيركشن. انا يا دوبك صابعي بس بتثبت الاسكيب. انا مش بخبط على صباعي هنا. ثم انفرا كلافيكولر، كله لايت بيركشن. ها بعد كده ادي الاسترنال انجل، يبقى ادي السكند مع السكند. وانزل كده الثيرد عشان ما اتلخبطش مع الثيرد. هنا الفورث، هنا ممكن اطلع لبره شويه ابعد عن مين؟ عن البيل اريا اوف دارت في الرابع والخامس، وارجع تاني لغايه لما اوصل الهيباتيك دارت. بس ممكن ان انا يعني في كذا حاجه هقولها. ممكن ايه؟ ان انا اجي من الاول خالص اعمل هيفي بيركشن
واطلع الهيباتيك دارنس فين عشان ابقى عارف انا هقف عند مين. انتوا ملاحظين كل ما يجي هنا في تندر نسجن ده الليبر يعني عندكم جسد ليبر. الحاجه الثانيه في بعض الناس بتعترض ايه ان انا ماشي هنا في الميتيلابيكولر يقول لك طب ما تمشي هنا برده في الميتيلابيكولر ما تطلعش برده. ممكن تمشي يعني مش قضيه تطلع ما تطلعش مش حاجه. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها اصلا الايديال بيركشن انك تعمل الميد لاين دايركت بيركشن لانه عظمه ثم الباراستيرنال باراستيرنال باراستيرنال في كل بص اريا او سوري سبيس باي سبيس لاين باي لاين يعني في كل اللاينز بتاعت الاتشيس اللي احنا شرحناها في النظري هتقعد تعمل لها بركشن ايه هتقعد تعملها كده في كل سبيس في كل سبيس تعمل بركشن بس بقت حياتك كلها عباره عن ايه بس عباره عن بركشن فقط. مش عايز تقولي كده ابعد بره شويه عنها. في ناس تقول لك لا خليكي في الميد كلابيكولا مش هنتخانق يعني خلاص. عايز اعمل اللاترال وول اخليه يرفع دراعه لفوق يوسع لي المكان. اول سبيس تحت الاكزيلا هو رقم 4 اهو وهو برضو باي كومباريزون وهكذا. اهم سؤالين على الاطلاق ها بير اريا وتروبس اريا. احنا قلنا بير اريا يعني ايه اريا اوف ذا هارت كفرز باي ذا لانج موجوده فين في ليفت فورث وفيفث انتركوستال سبيسز فروم ذا ليفت بوردر اوف ذا سترنم تو ذا ليفت باراسترنال لاين. لما نيجي نعد كده مكانها ادي السترنال انجل يبقى ادي السكند ادي الثيرد ادي الفورث وادي الفيفث. هاجي اعمل لها بركشن الكلاسيكال يعني ان انا اجي من بره لجوه لايف ولا هيدي لايف. ليه من بره لجوه؟ عشان ابقى بدل التوز بوردر. في ناس تقول لك من فوق لتحت دي اولترنت تنفع ممكن برضو اجي كده من فوق لتحت مفيش مشكله من بره لجوه او من فوق لتحت مش هنختلف يعني. طبعا هي هنا ريزونانس هي نورمالي تبقى ضال كونها ريزونانس ده دليل ان هو عنده ايه؟ حاله سي بي دي عنده طبعا. نيجي للتروبس اريا تروبس اريا اريا اوف ذا تشيست اوفرلاينج فاندس اوف ذا ستومك ويتش كونتين اير بابلز عشان كده تبقى ايه؟ هتبقى تمبانيك ريزونانس. طب مكانها فين؟ يلا نعد بقى ادي سكند ها ثيرد فورث فيفث في الميد كلابيكولا. انزل مايل كده 6 7 8 9 ميد اكزيلري 10 11 بوستر مارجن ميد اكزيلري 6 7 8 ميد اكزيلري هي المكان ده رافلي كده. لو جبنا ايد العيان اليمين وحطينا كده الفامب على النيل المكان ايده هو التروبس اريا بتاعته. انا هاجي من النص بتاعها عليها تمباني كريزمس اطلع لفوق. لو في ضنس جاي من فوق يبقى عندنا بلورال افيوجن. لو في ضنس جاي من تحت يبقى عندنا اسايتس. لو في ضنس جاي من على اليمين يبقى في عندنا هيباتو ميجالي. انا جاي من على الشمال هيبقى في معانا ايه؟ يبقى في معانا سبلين وميجالي. يبقى انا لازم اشوفها في كل الاتجاهات فوق تحت يمين شمال. مفهوم الكلام؟ بعد كده نسمع. هنسمع فين بقى؟ هنسمع اريا باي اريا. حط السماعه في كل مكان اريا باي اريا. واتفقنا لما نيجي نسمع هنعلق على اربع حاجات اير انتري بريث ساوند اديشنال ساوند سو فوكال ريزونانس. هنسمع فين؟ نفس المناطق سوبر ماماري مع سوبر ماماري 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 انفرا انفرا ابر لاترال ابر لاترال كله باي كومباريزون لور لور. وفي ناس والكلام يعني مظبوط جدا يقول لك ابدا الاول اسمع بالكرونيك زيسمس. ماشي ممكن احط السماعه هنا في الكرونيك زيسمس واقعد اسمع سبيس باي سبيس. لما تيجي تعلق على الاير انتري في اي مريض تشيست تقول لي دامج للاير انتري بس دي حاله سي او بي دي هتقول لي دامج لايه؟ باي لاترال. هتيجي تعلق على البريث ساوند نوع التنفس هنا ايه؟ يكتر ويز اكسبيريشن. طب في اديشنال ساوند ممكن تسمعها؟ بروكاي. تسمعها فين؟ باي لاترال جنرالايز. انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ بس مين ايه؟ اكسبيراتوري وتشينج باي كاف لان في ايه؟ سكريشن وبوليفونيك صدرس وسبلن. واظن طبعا اتكلمنا على الحاجات دي كلها بس وضع السماعه مهم. ما تمسكليش لانج كلها تسمعها وبعدين تقارن بالثانيه لا لازم تقعد تقارن ايه؟ اريا باي اريا. ده انا مش عايز اعقدك كمان اقول لك سبيس باي سبيس خليها حتى اريا باي اريا. ماشي كده الحال؟ بعد كده هنفهم الحاجه. قول 4 مره بصوت عالي ولا تشويش؟ ال يا عم ده جاب ظهرك بس الدكتور بتاعي انا بص معايا انسبكشن في حاجتين باينين في الشيب. احنا عندنا في زياده في الانتر اوبسيريور دايمتر عامل شويه كيفوزس هنا ماشي. الحاجه الثانيه في هنا ايه؟ شويه سكارس. السكارس دي عباره عن ايه بقى؟
السكارز دي عباره عن كوتريزيشن. كانوا زمان اي حد عنده اي حاجه يعملوا له كوتريز، واخد بالك؟ طبعا لا بيقدم ولا بيأخر، لكن كانوا بيعملوها له. فدي بس السكار بتاعتها. باي انسبكشن بص لي كده على الحتتين دول كده، هو بياخد نفس نفس جامد كده، الدخله اللي جوه هو اكزامين تشيست فروم ذا باك. تمام كده ماشي الحال.